يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور علي عادل حياك الله معنا. الله يحييك وقواك الله على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. دكتور علي عادل حضرتك اختصاصي في جراحه العظام بالنسبه للاطفال، ودكتور يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن بعض المشكلات الصحيه اللي تصير عند الاطفال وخصوصا اثناء الولاده، مثل الخل اللي يصير مثلا في الورك الولادي بالنسبه للاطفال. لكن اليوم دكتور بنتكلم عن فئه شوي اكبر عمرا، اللي هم الاطفال اللي يلعبون مثلا، اللي يتحركون. دكتور، معرضين دائما الى السقطات، الى الطيحات، الى مثلا ممارسه بعض الانشطه الرياضيه او حتى ركوب دراجات او البقي، هالامور هذه، وتصير عندهم هذه الطيحات دكتور، وتصير عندهم هذه الاصابات، وممكن تكون كسور في بعض الاحيان. دكتور كلمني عن هالموضوع هذا. طبعا في البدايه موضوع الكسور عند الاطفال موضوع كبير، ويختلف اختلاف كلي عن الكسور عند الكبار. يعني في اول اختلاف، احنا اذا قلنا بالكبار اغلب الكسور تعالج عن طريق العمليات، صحيح. بالصغار اغلب الكسور تعالج عن طريق الجبس والطريقة او الجبار. نعم، هذا كطريقه علاج. شيء ثاني بالاطفال، في شيء يسمى اللي هو مركز النمو، اللي هو عباره عن الجذر اللي منه تنبت العظمه. هذا الطفل ما زال الجهاز العظمي والجهاز الحركي في طور النمو، وتعرض الجهاز هذا للكسر في العمر، عمر صغير، لا 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 تبعات مستقبليه. نعم، تمام، ممكن يسبب قصر في الطول او انحراف في في في, في العظام. وهذه الامور كلها نشوفها بالاطفال، وكل ما كان عمر الطفل اصغر، يعني الطفل عمره مثلا سنوات ثم ثلاث سنوات، غير عن طفل مثلا عمره 10 او 12 سنه. كل ما قرب الطفل عند اللي هو نقول اكتمال النمو، اللي هو 14 عند البنات و16 سن بلوغ العظم، الاثار هذه تختفي، يصير نبتدي نعامله معامله الشخص البالغ. طبعا من مسببات الكسور السقوط، صحيح، حوادث سيارات دائما يكون، اذا خاصه الاطفال الصغار ما يكون لابس الحزام وقاعد بس الكرسي الخلفي او الكرسي المخصص للاطفال، يطيح بالسياره بريك قوي او شيء كذي يصير كسر. هذا واحد. اثنين، عندنا اثناء فتره الشتاء البقي كسور غريبه عجيبه تينا، بالاضافه الكسور تينا حالات بتر خاصه في اصابع القدم. صحيح، هذه احد الاسباب. الثانيه النطاطيات كذلك، يعني هذه من المسببات اللي نقدر نتجنبها. الان ممكن حادث سياره لا قدر الله، يعني حاول الاغوه، ممكن يكون مو منك. نعم، مو منك مسبب، لكن النطاطيات، طفل مثلا عمره ثلاث سنوات نفس النطاطيه مع طفل عمره 10 سنوات. أي. كميه كبيره من الاطفال ما تتحملهم المساحه، ما تساهم، واحد يطيح على الثاني يبتدي يصير كسر، ويتسبب في كسر. نعم، للطفل. نعم، ممتاز. دكتور اعطيتني نقطه، ذكرتني في حادثه معينه ان ممكن البقي يسوي بتر مثلا حق اصابع الرجل مثلا. نعم. دكتور، نسمع في هذه الحالات انه يجب عليك ان لا سمح الله اذا صار هذا الشيء مع احد الاطفال ان تاخذ مثلا الجزء المبتور اصابعه وكذا وترجعه وياك. دكتور كلمني عن هالنقطه هذه. طبعا احنا اللي نوصي فيه اذا صار حاله بتر، نعم، الطرف المبتور، نعم، تحطه في كيس بلاستيك، كيس بلاستيك تحطه في كيس في ثلج. نعم، تمام، مكان يكون لازم بارد، في مكان بارد. نعم، في بس ما يكون في ملامسه، يكون مسكر. مسكر، ممتاز، تمام، هذا عزلته. الان بالنسبه امانه للاطفال وعظام اصابع القدم، طبعا خاصة الأطفال اللي أعمارهم دون الثلاث سنوات وأربع سنوات، نعم، طريقة إرجاع أو ترميم الأصبع أو الطرف المبتور، نعم، هذه صعبة، ونتائجها مو وايد مبشرة. يعني دائما إحنا في بعض الحالات نحاول، نعم، لكن في حالات كثيرة ما نقدر نحاول، لأنهم أطفال، لأن إحنا أهم ما علينا في العظام، يعني في حالات البتر عموما، هو استرجاع الدورة الدموية. حلو. فما في طفل عمره سنتين، يعني الشريان أو الوريد يعني شعره، صحيح، فيكون في صعوبة كبيرة ان نرجع نركبه. لذلك احنا نقول الوقاية خير من العلاج. اكيد دائما يصير الموقف هذا، الابوي ومعاه الطرف الاصبع، رجعوا ما يعني احنا، صحيح، العلم بالنهاية لا حدود معينة، لا حدود، صحيح، صحيح، لا حدود. ففي الحالات هذه وبعض الاحيان يصير مزق، يعني انقطع الوتر، ينقطع العصب، ينقطع الشريان، فيكون في صعوبة عندنا، نحاول ولكن ما نتوفق يعني باغلب الحالات. لكن الطريقه الصحيحه ان الاب او مثلا ولي الامر اذا صار لا سمح الله هذا البتر مثلا، نعم، يجب عليه انه ياخذ يحطه بشيس بلاستيك مثلا، نعم، ومكان بارد، يوصله الى الجهات، نعم، المختصه، نعم، وانتم بعدين تحاولون يعني، نعم، ما على حسب التقدير اللي يكون وقتها، نعم، اذا كان بالامكان بالعكس دائما نعطي الطفل، نعطيه اكثر مجهود واكثر أكيد فرصه. نعم، اكيد، صحيح. الله يعطيكم الصحه والعافيه دكتور. دكتور علي عادل، عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل من جنوان صحيح الشيخ مع الدكتور علي عادل.
هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور علي عادل، كنا قاعد نتكلم عن الاصابات اللي تصير حق الاطفال، وبينت لي ان هي متعدده هذه الاصابات، ممكن تكون كسور، ممكن تكون جروح معينه جراء مثلا الطيحات، النطاطيات، الباقي الحوادث السيارات بشكل عام، وايضا ممكن تكون مثلا كسور او بتر في الاطراف بالنسبه للاطفال. الله يبعد عنا وعنكم الشر دكتور، لكن دكتور هذا واقع ممكن يصير مع اي شخص مثلا. لكن دكتور عاده مثلا طفل مثلا متالم طيحه معينه بنطاطيه، سقوط معين، وياكم مثلا عياده، دكتور شنو الطرق التشخيصيه اللي تسوونها بالبدايه لاي طفل تعرض لاصابه معينه؟ نعم، فاحنا من الامور الصعبه عندنا في عظام الاطفال اذا يعني الطفل ما يقدر يوصف لك شلون تعور، فاحنا اللي نسويه اهم شيء نستثني انه ما في اصابات في المخ تمام وللدماغ. نعم. بعدين نبتدي التشخيص، نسال نفحص الطفل. نعم. اذا كان في شهود مثلا الوالد الوالده اخوه الكبير يما يوصف لنا طريقه الحادث عشان نغيم قوه الاصابه او قوه المسبب في الكسر. وبعدين بعد الفحص عاده نلجا على طول انه هو موضوع الاشعه. وبناء على الاشعه يتم تحديد نوع الكسر، وبناء عليه نقرر طريقه الافضل للعلاج الكسر. ممتاز دكتور، بينت لي قبل شوي انه غالبا ان العلاج بالنسبه حق الاطفال وخصوصا في حاله الكسور انه ما يعني تحدون العمليات الجراحيه غير عن الكبار. دائما دكتور شنو الحلول بالنسبه حق الاطفال في حاله وجود الكسور مثلا؟ اي نعم، فبالاطفال بما ان العظم قاعد ينمو وفرصه ان العظم يبرى سريعه غير الكبير، يعني الكبير ممكن في امراض مزمنه في سكر في غيره يصير تاخير. صحيح. تمام، لكن الطفل العظم ينمو عنده سريع او يبرى عنده سريع، لذلك احنا نسوي بعد ما نغير من الكسر عن طريق الاشعه نبتدي بعض الحالات نحط الجبس على طول اذا كان الوضع مقبول والانحراف اللي حاصل مقبول، لكن اذا كان غير مقبول نحاول طريقه ارجاع مغلق. احنا الطريقه مثلا الكسر العظمه خذت زاويه معينه. صحيح. زايده عن الطبيعي، نبتدي نرجعها بزاويه تكون مقبوله، مو شرط ترجع، وهذه من الامور اللي دائما تكون مصدر قلق عند ولي الامر. نسوي الاشعه يكون فيها انحراف. نعم. فانا كدكتور مختص اقول له لا مقبوله. وهو عنده لا دكتور العظمه عويه شلون راح تعيب الايد؟ احنا نقول كذي ليش؟ لان سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلق للعظم غشاء. نعم. غشاء عظمي، هذا يسبب شغله اعاده تشكيل مع العمر. صحيح. شغله نسميها احنا طبيا ريموديلينج. فالطفل كل ما يكبر في زوايا في 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 معيار معين مقدار معين تبتدي تتعدل مع نفسها مع الوقت. نعم. يعني الاشعه لليوم غير 6 شهور غير 4 سنه العظم. صحيح. يرجع بشكل كامل. نعم. مثل طبيعي مثل ما كان. ممتاز دكتور، متى الحالات اللي تضطرون ان انتم تسوون عمليات جراحيه بالنسبه لفئه الاطفال؟ نعم. طبعا اغلب الجراحات بالاطفال تكون عند الكسور اللي تكون اما عند مركز النمو اللي يكون بدايه العظمه او نهايه العظمه او اللي قريبه من المفاصل. اها. هنا لان نمنع عن الخشونه نحاول نوفر بيئه افضل للكسر عشان مركز النمو يرجع بطريقه سليمه، وبالتالي نتجنب مضاعفات النوعيه هذه من الكسور او الكسور اللي صاحبها اصابه في شريان او في عصب. هنا نعمل التدخل. دكتور بالنسبه حق العمليات الجراحيه اللي تسوونها للاطفال، في بعض الاحيان مثلا دكتور نسمع ان في كسر معين يحتاج ان تحطون مثلا قطعه معدنيه مثلا. نعم. لاتين معين. دكتور الطفل اساسا في مراحل النمو. نعم. والعظم هذا يكبر. نعم. شلون تتعاملون مع النمو اللي يصير عند هذا الطفل مع وجود مثلا قطع بلاتينيه او حديديه تحطونها انتم في كعمليات جراحيه؟ صحيح، احنا الان اذا قررنا نثبت الكسر فالتثبيت. نعم. الجراحي عاده يصاحبه التثبيت عن طريق استخدام معادن. نعم. وتختلف في اسلاك في اسياخ. صحيح. في شرائح ومسامير. نعم. طبعا الاسلاك في بعض الكسور نشيلها خلال 6 اسابيع، وفي بعضهم نشيلهم خلال 9 الى 12 شهر. نعم. تمام، بحيث ان ما ناثر على النمو كثر ما ان ما نسبب ان العظم هذه مع العمر يبني عليها عظم وتكون. صحيح. صعوبه في ازالتها في المستقبل. ممتاز. نعم. دكتور علي عادل باسم اسره برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. مشكورين على الاستضافه، ونتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون ذات فائده عند المرضى. اكيد اكيد ان شاء الله دكتور. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.